السلام عليكم خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا الخوت، هذا النظام القمعي الهمجي المتوحش ديال الديكتاتور والجلاد محمد السادس فهو اليوم تعرى امام العالم، يعني العالم كامل كيشوف العوره ديال هذا النظام والاساليب الخبيثه ديالو اللي كيستعمل في حق الاحرار والحرائر. فكل شيء كيعرف على اساس ان هذا النظام كيتجسس على المغاربة، كيتجسس على الحقوقيين، على المعارضين، على الشرفاء، على تقريبا جميع الشعب المغربي مراقب ومحاصر. فأكثر من ذلك، فهذا النظام هذا يعني بهذا الجبروت وبهذا الطغيان ديالهم، فهم مشاو أبعد وأبعد بكثير، ومشاو كيتجسسوا على العالم، مشاو كيتجسسوا على الصحفيين والحقوقيين الفرنسيين، على المحاميين الفرنسيين، ومشاو وصلوا حتى للرئيس، زعما كيتصنتوا للرئيس ديال فرنسا. فهاد الشيء هذا كيبين على الخبث ديال هذا النظام، وهذا الشيء مزيان انه يبان ويتفضح للعالم، خاصه ان هاد الناس هادو اللي تم التجسس عليهم فهما التاجؤوا للقضاء، غيكونوا بزاف ديال المفاجات لهذا النظام الخبيث. فالانعكاسات ديال هاد الشيء راه بدات كتبان على هذا المجرم الجلاد محمد السادس، فاليوم كنشوفوه يعني ولا محاصر، ما بقى حتى واحد كيديها فيه، ما يقدرش يمشي لفرنسا، ما يقدرش يمشي لاوروبا، يعني ولا منبود، بنادم ما باغيش يتافيشا معاه، ما باغيش بنادم يبان مع محمد السادس، يبان مع هذا المجرم، مع هذا الكذاب. فاضافه على انه ما بقاش كيمشي لاوروبا ولا هذا الشيء، فاليوم الجزائر كذلك كتصفع محمد السادس، يعني حتى الجزائر ما بقاتش راضيه تتعامل مع محمد السادس، تتعامل مع هذا الجزار، مع هذا الجلاد. فهذه اكبر اهانه، على اساس ان الجزائر تقطع معك جميع العلاقات الدبلوماسيه. فانا كنهضر هنايا على الحكومه الجزائر مع الحكومه ديال الديكتاتور محمد السادس. اما الشعب الجزائري راه مقهور حتى هو ومقموع بحاله بحال الشعب المغربي، فقط هو شويه داك الشعب محترم انهم ما كيركعوش، ما كيبوسوش اليدين، ما فيهمش العباده بهذه الطريقه اللي عندنا حنايا في هذه المملكه البنانيه. فلذلك فانا كنحيي الشعب الجزائر. اما الحكومه الجزائر فهي حكومه هي بحالها بحال الحكومه المغربيه، الناس اللي في القرار، الناس اللي في المراتب العليا هما اللي كيتمتعوا بالثروات ديال الشعب، فقط انهم كيكونوا عندهم بعض المرات بعض المواقف رجوليه، بحال هذا الموقف هذا ديال ان الرئيس الجزائر، الجزائر صفعات محمد السادس، كتصفع فيه يعني وكتهينه. هذه اهانه ان الجزائر اللي كنقولوا ماشي زعما كندا او السويد او انجلترا، فكتقطع معاك العلاقات، فهذه يعني اكبر اهانه لهذا الملك الجلاد محمد السادس. دونك هنا الخوت باش نكونوا صريحين، راه اللي شاف محمد السادس كيتكرفس على اللغه العربيه بديك الطريقه، كيتهجى، هذا ملك زعما ملك دوله، كيسير دوله وكيتهجى، كيتهجى يعني تلميذ في بيت الاول كيقرا احسن منه، الا عطينا واحد نص القراءه غيقرا احسن منه، يعني السيد كيقراو الاخطاء وكيعاود وكيتهجى، يعني راه اللي شافو كيتهجى بهذه الطريقه راه خاصو ماشي يقطع معاه العلاقات الدبلوماسيه، راه خاصو يسحب الاعتراف كاع بهذه المملكه البنانيه، راه بزاف هذا الشيء هذا، وهذه راه فيها اهانه للشعب المغربي. كيفاش انت يا ما قاريش ذاك الخطاب، يعني انت كيتفاجئ به في نفس اليوم، ماشي كا ما يمكنلوش كاع حتى يدير واحد المراجعه، يقرا ذاك الخطاب واحد المره ولا جوج مرات باش زعما يشوف شنو كاين، باش ما يبقاش يتهجى على الشعب المغربي، لا، ما كاين لا احترام ولا ادب ولا حتى شي حاجه، يعني اهانه للشعب المغربي، تنجي قدامكم ونتهجى عليكم وما كاينش المشكل، ما كاينش المشكل. فلذا انا كنعاود نقول لكم، راه هذا المجرم محمد السادس راه خاصو المحاكمه، خاصو المؤبد، وخاصو واحد العقوبه، راه قلتها في عده فيديوهات وغادي نبقاو نددوا له بهذا الشيء هذا، المؤبد والعقوبه ديال يبدا يقرا واحد 10 صفحات يوميا، يبداو يحطوا له العقوبه ديال 10 صفحات بالعربيه يبدا يقرا، باش يتعلم، باش يتربى، باش يتعلم يقرا العربيه، لان هذا الشيء هذا ما يمكنش تكون ملك ديال دوله عربيه وما كتهضرش العربيه. اذا اش هذا النفاق هذا؟ راه بزاف هذا الشيء هذا، راه بزاف على هذا الاجرام وعلى هذا الظلم اللي كيطرى في حق هذا الشعب، وهذا الشعب هذا يعني اللي جا كيدير فيه اللي بغى. الملك مكرفس على الشعب، طلع ان المجرمين ديالو يعني معين الشفاره والنصابه اللي كيسرقوا في الخيرات ديال البلاد، اللي كيسرقوا في الثروات ديال البلاد، اللي كيسرقوا في الاراضي ديال البلاد، طلق عنا عاوتاني ومعين مجرمين جلادين خابتين، مخرج البورما عبد اللطيف الحموشي كيجلس الناس على القرائي، كيغتصب الناس بالقرائي، كيغتصب الرجال بالعيصي، يعني التعذيب، القمع، الظلم، التصوير ديال الافلام البورنوغرافيه، فوتو مونتاج، كل شيء، الاساليب الخبيثه ديال المافيات اللي ما بقاوش حتى المافيات ما بقاوش كيستعملوها، هذا النظام الاجرامي الخبيث كيستعملها.
فلازم ما يجي واحد اليوم الخوت اللي هاد المجرمين هادو خاصهم يدوزوا للمحاكمات، يدوزوا للمحاكمات. الشعب المغربي خاصو يحاكم هاد المجرمين وهاد الجلادين على التكرفيس ديالهم على الاعتداءات اللي داروا في حق الشعب المغربي وحق الاحرار والحرائر. واحد الحاجه الخوت مهمه وجد مهمه باش تشوفوا هاد المجرم ديال الجلاد محمد السادس كيفاش انه يمدح في الاجهزه الامنيه، الاجهزه القمعيه، كيمدح فيهم وكيعلي بهم وداكشي، يعني كيعطي واحد الحصانه لهاد الجلاد عبد اللطيف الحموشي، يعني كارت بلونش، كيقول الحموشي صلخ، عذب، اغتصب، صور الافلام البورنوغرافيه، دير دخل على بنادم البيت النعاس ديالو، دخل عليهم اللوطيلات الديور ديالهم، ما كاين حتى شي مشكل، غير دير سكت ليا بنادم، غير بنادم فين ما يخرج شي صوت حر اولا شي صوت ديال شي حره اولا شي واحد يندد بالفساد، اخرج الحموشي اقمع ليا بنادم، عذب ليا بنادم، ما كاين حتى شي مشكل حبيبي، انت عذب وصلح وانا غنخرج في الخطابات ندد بك ونشكر في الاجهزه القمعيه ديالك. فهنا كنعاود نقولوا راه هاد الجوج هادو راه هما الاولين خاصهم يدوزوا للمحاكمات والعقاب والحساب. فهنا الخوت راه المحاكمات راه بدات على برا، المحاكمات راه بدات من سنين وراه بديناها مع هاد الجلادين ومع هاد الخبيثين هادو، ولكن دابا راه جايه محاكمات اخرى وعاد خاصها تجي محاكمات ديال الشعب المغربي، الشعب المغربي اللي خاصو يحاكم هاد الجلادين هادو، هاد المجرمين هادو. وهنا الخوت غادي ندوزو للفقره الاخيره ديال هاد مولاهم هشام الامير الاحمر اللي تيقولوا عليه، يعني الامير الاحمر، الامير المنبود. فانا بالنسبه لي هذا امير بنفسجي ماشي امير احمر، ليس بمنبود. فمني كتكون منبود من طرف النظام او لا كتكون ضد النظام كما كيقول كما يدعي، فار ما يمكنش تكون عايش في القصور في المغرب وكتتمتع مع راساتك وعندك لي بلاج بريفي ما يدخل لهم حتى شي واحد، ما يدخل لهم حتى شي مغربي، يعني هادشي راه ما يمكنش، هادشي راه ما يمكنش، ما يمكنش تكون عندك باسبور دبلوماسي. هادشي راه كنعاودو خاصنا نقولوه ونعاودو نقولوه، هاد الامير مولاهم هشام هذا صنيع ديال النظام المخزني، هذا مع النظام القمعي الهمجي، هذا من العائلة الملكية. فهنا يشرح لنا هاد الامير هاد مولاهم هشام منين جاتو ديك الثروة، هاد الثروة هادي اللي عنده منين جاتو، دونك منين حنت الناس كيخرجوا يدافعوا عليه، راه هاد الامير مثقف راه قاري، وحنا شغلنا يكون قاري ولا ما يكونش قاري، وتا ما يقراش كاع، حط لنا ديك الثروة اخويا، حط لنا الثروة، والثروة منين جات؟ قلنا الثروة منين جات؟ هادوك الفلوس باش قرا منين جاو؟ هادوك راه فلوس ديال الشعب المغربي، هاديك راه الثروة اللي قرا بها هو، داكشي اللي كبر فيه هو، هاديك راه الثروة ديال الشعب المغربي. دونك راه نعاودو نقولو راه كاينين الناس قراو على الشمع وراهم احسن منه، قارين احسن منه. اذا هنا هاد الهضره ديال انه قاري ولا مثقف هادي غير حيدوها علينا، هادي غير حيدوها علينا، راه ما خدامهاش، ما بقاتش خدامه. وهادو راه العبيد ديال هاد مولاهم هشام اللي كنا كنقولو المندسين اللي كيتخلصوا من عنده، اللي كيشدوا الفلوس، اللي كياخذوا الفلوس من عنده، اللي كيخلصهم هاد مولاهم هشام باش يخرجوا يبداو يقولوا في هاد الشيء هذا. دونك هنا علاش ما يخرجوا؟ خليو السيد يخرج يدافع هو على راسو، يخرج هو يشرح لينا، نتوما مالكم موكلين ديالو؟ ما فهمتش هاد العبيد والعبيد حتى النخاء، يعني العبوديه وراء الخوت باش نقولها لكم، راه مازال العبيد ديال النظام الديكتاتوري ديال الجلاد محمد السادس راهم شويه ناقصين خبث على هاد العبيد ديال مولاهم هشام، لان هاد العبيد ديال مولاهم هشام هادو هاد الخليه هادي راها اخبت من المخزن، اخبت بكثير من المخزن. دونك هنا الخوت كنتوجهوا لهاد مولاهم هشام يشرح لينا منين جاتو ديك الثروه، هاد الفلوس هادي اللي كيتبرع فيها، ويشرح لينا كيفاش كيعيش هو في المغرب، كيفاش كيتبرع في القصور مع راساتو، كيفاش كيتبرع في لي بلاج بريفي، وكيفاش انه عنده باسبور دبلوماسي، يشرح لينا هادي كيفاش عنده باسبور دبلوماسي كيمشي فين ما بغى، كيدخل فين ما بغى وقت ما بغى، وكيجي يقول لينا رانا ضد النظام. دونك هنا هادشي هذا خاصو يحبس، خاصنا نتوجهوا لكل شيء. هاد مولاهم هشام هو فرد من افراد العائله الملكيه، يعني كيتخلص بما انه فرد من العائله الملكيه، يعني كي عنده الامتيازات ديال الافراد ديال العائله الملكيه، يعني عنده كل شيء. وهاد الخدعه ديال انه راه ما كيهضرش مع محمد السادس، هادشي راه كذوب، وهادشي راه مازال غنتطرقوا ليه في فيديوهات اخرين، لان هاد مولاهم هشام راه هو على علاقه اكثر من جيده مع محمد السادس، وهذه لعبه لاعبينها كما قلت لكم باش الى شي نهار وقع شي الشعب نطشر على هذا النظام، يجيبوا لك هذا الامير يقول لك راه هذا الامير ها هو راه كان ضد النظام وراه هذه، ويخرجوا لك ديك الهلطاقات عاوتاني ديال مثقف قاري ما قاري. دونك هنا راه هذا مولاهم هشام هذه الثروه هذه اللي هو وارثها اليوم راه بحال غدا وبعد غدا هذا الامير الحسن ولد محمد السادس، ولد الجزار محمد السادس والمجرم،
راه حتى هو غيخرج ويقول لنا وانا راه وردت الثروه، ولكن راه الثروه اللي وردتيها راه باك شفرها، راه محمد السادس راه شفرها، شفرها للشعب المغربي، هربها لبنما، هربها لسويسرا، هربها لهذا. وعاجي نتحاسبوا نشوفوا الملك الحسن الثاني، ونشوفوا خوه اللي هو عبد الله اللي هو بوات هاد مولاهم هشام، ويقول لنا ديك الثروه منين جات، ديك الفلوس منين جات. راه هذيك الفلوس جات من عند الشعب المغربي، وهذا الشيء الخود راه لازم ما نهضروا عليه، لان هذا الامير راه هو بحال شي مندس دايز لنا من التحت، داير لنا هذا القالب هذا ديال زعما انا راه مع انا راه مع الشعب ولا هذه، راه ما كاين لا شعب لا والو، راه ما كاين لا شعب لا حتى شي حاجه. هادو كيساندوا وكيعاونوا المندسين، كيعاونوا هادوك اشباه المناضلين باش يبداو يخرجوا يضربوا في المعارضين ويضربوا في الاحرار والحرائر لمصلحه هذا النظام القمعي المتوحش. فهنا الخوت غادي نعاود نرجع وغادي نشرح لكم شي حوايج جد جد خطيره على هذا الامير مولاهم هشام. غادي نهضروا على كيفاش كان الحسن الثاني، شكون هو الاب ديال مولاهم هشام اللي هو هذا الامير عبد الله، شنو كان كيدير هذا الامير عبد الله، يعني كاينين شي تفاصيل الخوت جد وجد خطيره، واللي هضر عليها الابن ديال الدكتور ديال الطبيب الخاص ديال محمد الخامس. فغادي نجيو لهاد الشيء هذا وغادي نحطوا التفاصيل، وغادي تشوفوا شي حوايج اللي واحد الحقائق جد وجد صادمه على هذا الامير عبد الله الاخ ديال هذا المجرم الحسن الثاني اللي هو الاب ديال هذا مولاهم هشام اللي كيخرجوا العبيد ديالو اليوم، وتيقول لك واش هو سرق واش هو هادي. احنا غادي نجيو وغادي نجبدوا المصدر ديال الثروه ديالو منين جات، وشكون هو الاب ديالو، وشكون كان الاب ديالو، وشنو كان كيدير الاب ديالو. دونك هنا الخوت كنعاود ناكد يجب جميع محاكمه هاد الجلادين وهاد الناس اللي يعني هاد الشفاره وهاد النصابه وهاد الناس اللي سرقوا الثروات ديال الشعب المغربي، واؤكد يجب محاكمه الشفار والنصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الملك محمد السادس، ويجب كذلك محاكمه الجلاد والخبيث مخرج البورنو عبد اللطيف الحموشي على هذا الاجرام ديالو اللي ارتكب في حق الشعب المغربي، وعلى راسهم كبيرهم الملك الجلاد الجزار محمد السادس على الاجرام ديالو كامل اللي ارتكب في حق الشعب المغربي. وقبل ما نختموا كما وعدناكم دائما الخوت، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الملك محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الملك محمد السادس؟ خوتي المغاربه اخواتي المغربيات، نتمنى لكم يوم رائع، موعدنا الحلقه المقبله. السلام عليكم، مع السلامه.